السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا دائما الجديد، واليوم غادي نوجد معكم هاد التويصات ديال الكيك ماشي ديال القهوة. كيجيو رائعين، تجربة رائعة، وكيجيو هشاش وبنان. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو وتشوفوا المقادير وطريقة التحضير. كيف ما كتشوفوا انا بغيت نوريكم بانها ما كتلصقش، كتجي رائعة وناجحة 100%. كنتمنى انكم تجربوها، تبعوا فقط الطريقة والمقادير وان شاء الله غادي تصدق معكم. بالصحة والراحة. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج نصف كأس ديال الزيت، كأس كبير بارد ديال الحليب، هنا قبصة ديال الملح، 6 المعالق ديال السكر سنيدة، 2 المعالق كبار ديال الكاكاو من النوع الجيد، عندي 2 البيضات، فانيلا وحده، وخميره ديال الحلويات وحده، وجوج ديال الكيسان ديال الدقيق. اول حاجه غادي نوضع سكر سنيده، 1 فانيلا، شويه ديال الملح، غنوضع نصف كأس ديال الزيت، وكأس كبير ديال الحليب يكون بارد، والكاكاو 2 المعالق كبار ديال الكاكاو، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. بسم الله. الكمية اللي باقا غادي نضيف لها البيض، غنضيف البيض، 2 بيضات يكونوا كبار بحرارة المطبخ، ودابا غادي نبدا كندير الدقيق، 2 الكيسان ديال الدقيق. انا غادي نضيف شويه بشويه، وهنا غادي نحاول، هنا غادي تراقبوا الدقيق ديالكم، يقدر يهز لكم اكثر من 2 ديال الكيسان. دائما كنقول لكم النوعيه ديال الدقيق تختلف. انا هنا زدت كاس اخر ديال الدقيق لان 2 كيسان ما كفاونيش. كنظن ان 3 كيسان ديال الدقيق كافيين. وهنا غادي نضيف خميرة الحلويات، كيف ما كتشوفوا انا جبت هاد الطويصات ديال القهوة، دهنتهم بالزبدة مزيان، وغادي ناخذهم غنبدا كنعمرهم بهذا الخليط. نجيبو قدامكم هنا باش يبان لكم. غادي ناخذ هاد الطويصات، هاد الطويصات بطبيعه الحال ما ديروش الزاج ولا شي حاجه، هادو تيكونوا قابلين للحراره ومعروفين يعني متواجدين. وغادي نبدا كنعمر بشويه بشويه.
وهنا من بعد ما عمرت هاد الطويسات كتشوفوا قدامكم هنا فحال هاد القدره بحال هكا كنعمرها في الربع ديالها ديال الماء، كنعمرها في الربع ديالها يعني الجهد اللي غنحط فيه الكاس وما غاديش يطلع لي، غيبقى لي في الربع ديالو على هاد الشكل. وغادي نبدا كنستف هاد الطويسات على هكا، نتمنى يكون واضح لكم. وغادي ناخذ شي فوطه اولا شي زيف وغادي نغطي هنا، كنغطيو غير باش هنا ضروري تكون هاد الكاسرونه ولا الكدره كتغطى يعني بالغطاء ديالها، هنا كنغطيو فقط باش ما يتسربش لينا حتى شي غبار، ما يتسربش لينا حتى هذيك ملي كيطلع داك الغبار ديال السخونيه، ونحاولوا نطلعوها بحال هكا باش ما تشدش لينا فيها العافيه. المهم تكون محكومه مزيان ومسدوده، ونحطوها فوق البوطه نقصوا عليها يعني نمهلوا عليها البوطه تقريبا نصف ساعه، ونحلوا عليها مره مره، نطلعوا عليها غير واحد شويه يعني راه طيابها فحال طياب الفران، ما تحلوش عليها، نقصوا البوطه عليها في الحد ديال البوطه وخليوه. هنا كيف ما كتشوفوا انا حيت ليها الزيف من بعد ما دازت واحد المده طويله، طليت عليها لقيتهم تنفخوا، وانا نحيد ليها الزيف باش يولي كيبان ليا هنايا واش طاب ولا مازال. اللي ننصحكم به هو تستعملوا قدره تكون غارقه، لانه انا هذه درتها ما غارقاش، وكيف ما كتشوفوا طلع لي طلع الفوق هنا ما غايبانش لكم مزيان مع كتر. وهنا كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل اللي كيخرج لينا هذا الطويسات، في الحقيقه كيجي ناجح، هنا راه باقي سخون كيف ما كتشوفوا كيكون طالع لينا، كنخليوه حتى في هذا الطويسات يعني كيعطي منظر زوين. الا بغينا نحيدوهم راه كنحيدوهم. بالنسبه للتزيين انا هنا دوبت شويه ديال الشكلاط وغادي نزين به، تقدروا الزين دائما تنقول لكم كيبقى اختياري هنا بالنسبه باش تعرفوها طابت ولا ما طابش، كتاخذوا شي موس وكتحل اي كيكه وكتشوفوا بانه راه ناشف كتعرفوا راه طاب. هنا غنحاول ندير ليه الشكلاط من الفوق، نضيف هاد الشوكولا على هاد الشكل يعني كيجي زوين بزاف، كنتمنى تجربوه، وكيجي رطب كيف ما كتشوفوا كيجي بحال بونج بصح نيت رائع. وهنا ضفنا الشكلاط على هذا الشكل، غادي ناخذ الفيرميسيل ديال الشكلاط وغادي نحطو شويه من الفوق كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا ميني كيك بصحة وراحة. كنتمنى تجربوه في الحقيقة كيجي زوين بردات، كيجي زوين كيف ما كتشوفوا، النتيجة راه واضحة قدامكم، غير تبعوا الطريقة والمقادير وان شاء الله غادي تحصلوا على نفس النتيجة. وشكرا للتتبع ديالكم.